وزي ما عودناكم كل مره في كل ساره بيكون معانا قدوه ومثال مشرف لاي حد. معانا بطله النهارده وبطله زي القمر وجايبه لي احلى صوره اترسمت لي في حياتي، رسم سليم الانصاري، مريم وجيه، البطله مريم وجيه. بس يا مريم انا مش حلو كده. لكن البصه كانت قويه. لا بس دي ده بس انا مش حلو كده، دي احلى بكتير. طب ما تقرا لنا هي كاتبه لي ايه بقى تحت. اهداء للفنان امير كراره، الفنانه مريم وجيه، بحبك وانا كمان بموت فيك. طبعا ده ناخدها. خدها. مش هتروحي بيها، دي بتاعتي. ناخدها. ايه القمر ده؟ وين النضاره؟ النضاره بقى عايز اقول لك حاجه، مجننه احمد صلاح السعد. انا قلت لها لون النضاره تحفه من ساعه ما دخلتي وهو بقى مش على بعضه كده. بس انا ماليش صوره يعني كده وماليش حاجه. انا ليه؟ لو تعرف ان حضرتك موجود كانت رسمت. المره الجايه بقى. المره الجايه يا صوره. لا بلاش احمد داوود. ليه؟ 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 بس ترسميني لوحدي وهو لوحده مش مع بعض. هو يركبها، هو عارف طريقته، هو بيعرف يعمل حاجات يعني. احكي لنا على البطولات بتاعتك بقى الحلوه. سامعين انت بطله سباحه كبيره جدا صح؟ بتلعبي سباحه؟ بلعب سباحه. وعندك ميداليات، انا سامع عندك ميداليات كتير. عندك كم ميداليه؟ خمس ميداليات؟ 50 ميداليه؟ ما شاء الله. ده احنا ما عندناش اربع شهادات. هي بطلة عرب اصلا في السباحه يعني. بطلة العرب. بطلة عرب في السباحه ما شاء الله 2014 وبطلة الجمهوريه واولمبياد خاصه. ما شاء الله. ما شاء الله. وكل انواع بقى يعني الكرول والبريست وال هي تخصص فيك. على ظهرها يعني. على ظهرها. ده اصعب. عارفينها دي. احنا بنعمل كده بنقوم متشقلبين. احنا بنعمل كده متشقلب. الترن كمان. كنت عرفت تعمل ترن كمان. كمان. على البدايه والنهايه يعني وانت رايحه جايه. هي بتعوم طويل كمان يعني بتعوم 400 و800 كده يعني. ما شاء الله. وانت حضرتك بقى شجعتيها امتى ان هي تبتدي تخش في مجال الرياضه؟ يعني وهي عندها 7 سنين. هي ليها اخت ثانيه عندها 16 سنه، هي مريم اكبر منها ب4 سنين. فالاثنين كانوا بيتدربوا مع بعض يعني عادي. فيعني لقيتها عندها استعداد يعني متشجعه يعني هي حابه الميه وكده، فمشينا المشوار يعني. والمشوار مشي كويس. الحمد لله نشكر الله. بس هو 50 ميداليه ده حاجه، ده انجاز كتير طبعا. هو مع الولاد الاسبيشال طبعا التمارين بتبقى مكثفه والاستعداد بقى تبع الاستعداد برضو. فالحمد لله يعني مش الحال فتره وكنا بنقع ونقوم بنقع ونقوم والحمد لله تمام يعني. تعال نشوف برضو الميداليات بتاعتها. كل دي ميداليات. حاجه قويه قوي. تيم كام واحده ذهب؟ مروحه بس. ايه تيم كام واحده ذهب؟ أربعة ذهب؟ لا ده كتير كمان. لا لا يا مريم 40 بقى. أكتر من لا خليهم 40. أكتر من 15 واحدة يعني. وهي في كلية؟ هي في كلية. أنت في كلية إيه؟ في جميلة. فنون جميلة؟ فنون جميلة. فنون جميلة. هي أول بنت متلازمة داون تلتحق بكلية فنون جميلة من الفئة بتاعتها يعني. بترشيح من وكيل الكلية، منحة دراسية من دكتور أشرف رضا. لأنها دخلت مسابقة تبع ملتقى اولادنا للفنون بقياده الجميله الرائعه دكتوره ساهره عبد القادر اللي هي رئيسه مهرجان السينما للاطفال سابقا يعني. فمريم دكتور اشرف لما شاف لوحتها في الفنون التشكيليه انبهر وكده وقال لا مريم عندها موهبه ولازم تكمل. كنت رسمه ايه اللوحه اللي شافوها دي؟ تكرير ماما. كنت رسماها؟ انا رسماها صغيره شويه. بعد كده اتغيرت شويه. طب لما تيجي ترسمي لي خدي بالك موضوع المناخير ده عايزين نتوسط شويه. دي شبهها بالظبط. لا شبه مامتي بالظبط. ميك اب بس. حتى انا حاطط ميك اب. حتى لكل حته ميك اب. طب مين احلى بقى؟ مين احلى؟ الصوره دي ولا مامتك احلى؟ الصوره بصراحه. الصوره احلى من مامتك؟ دي مامتك زي القمر. انا عايز افهم ال دي انت بتعملي دي ازاي يا مريم؟ خدتي اللون خدتها صابع. هي بتجيب كوبايه فيها تحط فيها الالوان سايله فوق بعضيها بعدين تحطها بطريقه معينه على اللوحه وبتحركها شمال ويمين لحد ما تكون. بس هي برضه عامله في الالوان ماشيه مع بعض يعني. هي عندها حس فني في الالوان جامد يعني.
لا ما شاء الله ربنا يخليها لك. ربنا يخليك. واللي جاي ايه ان شاء الله؟ يعني ناويه يعني اكتر حاجه تمشي فيها ايه اكتر؟ يعني الرياضه ولا الفن؟ ناويه؟ لا هو الفن يعني تنملها اكتر ايه؟ فنانه كمان. حاسين ان الفن فنانه. عايز تطلعي فنانة؟ اه تشكيلية. فنانة طبعا. فنانة تشكيلية. طبعا. انت بتشتغلي ده عايزة تشتغلي وتبيعي الحاجات بتاعتك؟ اه ان شاء الله هيبقى ليها معرض. وتعملي معارض يعني؟ عملت معارض قبل كده؟ هي دخلنا معارض كتير ودخلنا مسابقات تودية وفازت فيها الحمد لله. طب بتسافر تتفرج على معارض برضه؟ لسه ما فيش فرصة. لا لسه ما فيش فرصة ان احنا نسافر دلوقتي. بس دخلنا مسابقات كتير، دخلنا مسابقة طبعا مشيخة الأزهر كأول قبطية تدخل طبعا مشيخة الأزهر. مسابقة وفازت فيها. ده في الرسم. في الرسم وكان مسابقة نورمال وهي داخلة محد اللي حكم ما كانش يعرف إن هي سبيشال يعني. وأهدت اللوحة حتى لدكتور فضيلة الشيخ أحمد الطيب. كان بتتكلم عن الوحدة الوطنية وهي رسمت بورتريه مقسوم نصين شيخ وأب كاهن يعني. طب وبالنسبة للرياضة ناوية تكمل في بطولات قريبة داخلها؟ بس هي دلوقتي يعني صحيا شوية معادين شوية. مالها ما زي الفل ايه؟ صحيا ايه؟ صحيتها أحسن مننا بكتير. وكسليا يعني. لا مكسلة ولا بس يعني الفن خد مننا شوية الرسم والكلية وكده فبتريح بس. بتريح بس. مريحة شوية. هو الفن عموما بيبقى صعب قوي تعمل حاجة جنبه. يعني لا هي كمان الدراسة لأن احنا كنا منتظمين قوي واخدين الموضوع بجدية يعني إن هي لازم يعني النقطة دي أساسية بالنسبة لنا. يعني هي حياتها الفن. لكن مفيش كسل بقى. ايه؟ مفيش كسل ولا كنبة مش قاعدة على الكنبة؟ احنا عندك ملك ملك بص ملك الكنبة. طول النهار بنرسم يعني. ما شاء الله ربنا يكرمك. الألوان جدا أصلا. ربنا يكرمك فيها ويفرحك بيها وتشوفيها أحسن حاجة في الدنيا. يا رب. عايزين نسمع تحية كبيرة بقى. برافو. هي كانت عايزة لمريم نبيل. كانت عايزة تقول لك حاجة. اتفضلي. انت بتحبي مين؟ هي عايزه تغني لحد معين بتحبه جدا جدا وقابلته شخصيا. انت عايزه تغني؟ خلاص بجد؟ يلا خدي امسكي خدي المايك بتاعك. صبري الرباعي. بتحب صبر الرباعي؟ بص السوق حد العالم بقى. تعالي ازاي؟ سمعينا بقى احلى صبر الرباعي. يلا بينا. حد العالم؟ يلا لازم اقف براحتك. يلا براحتك انت. تحبي بقول لك ايه؟ تحبي تاخدي اللقطه وتقفي على المسرح؟ معاها؟ روحي طبعا. يلا روحي. حد العالم يلا. بقى يلا. سكسس. شو هتغني؟ يلا شو بنغني؟ شو بتعرفي؟ صار ربع. هي حافظة أغنية إيه صبر؟ أتحدى العالم. أتحدى العالم. حتى العالم كله وانا وياه وقول الدنيا محبت ان انا بهواه انت حبيبي قلبي روحي معاه ومغريك تعيد حواك انت العالم كله وانا وياه ان انا بهواك وان انت حبيبي وقابي روحي معاك ارمني سيبني اعيش احساسك